يقول السائل: هل يشترط إدخال الماء تحت الأظافر أثناء الوضوء؟ الجواب لا، لا يشترط، لا يشترط أن يدخل الماء تحت الأظافر بحيث يبالغ في ذلك. أما إذا كانت الأظافر طويلة فنعم، لا بد، لأن هذه الآن لا حكم الظاهر، لا حكم الظاهر. إذا كانت الأظافر طويلة يعمم الأظافر بالماء، ظاهر الأظافر وباطن الأظافر، وإذا وجد فيها وسخ يسير فهذا معفو عنه كما ذكرنا قبل قليل.